شو هذه يا سلامة؟ عاصفة رملية ولا مكياج؟ خفي شوي من المكياج وتحملي من المشاكل الجلدية. حسب الدراسات 12 إلى 19% من المواد الداخلة في تصنيع مستحضرات التجميل ممكن تسبب تحسس أو التهاب الجلد. وبين 10 و 15% من النساء يصابون بهذه التحسسات والالتهابات نتيجة كثرة المكياج. أدري ما في غنى عن المكياج لكل بنت، لكن كطبيب جلدية حبيت أنوه عن بعض المشاكل اللي أشوفها من مستحضرات التجميل. أنواع كثيرة ممكن تسبب انسداد في مسامات الجلد، خاصة إذا كانت النوعية ثقيلة، وهذه يؤدي إلى ظهور بثور وحب شباب وتحسس البشرة وتغير لونها وتبين الوحدة أكبر من عمرها الحقيقي. وللأسف ممكن تدخل البنت حزتها في دوامة وتحاول تخفي عيوب البشرة بطبقة أسمك من المكياج وتزيد الطين بلة. أنا ما بقول لك يا سلامة لا تحطين مكياج أبداً، لكن أتمنى منك تخفين منه قد ما تقدرين، ونبهك بعدم مشاركة فرش المكياج مع ربعك لتجنب انتقال العدوى بينكم. ولا تنسين أن البشرة تحتاج تتنفس، وأتمنى يكون عندي 3 أيام في الأسبوع على الأقل من غير مكياج. وآخر شيء، في حال ظهور تحسس أو احمرار في البشرة، وقفي استعمال كل هذه المستحضرات وراجع الطبيب فوراً. وعساكم دوم صحة وسعادة.